فوز مهم بعد سلسله من مباريات ايجابيه من بانيوس، لكن ما كانت تترجم ثلاث نقاط. فريقي وفريق نادي بانيوس ياس يؤدي مباريات جدا ممتازه. الحمد لله اليوم ترجمت ثلاث نقاط مهمه قبل التوقف. طبعا فريق ونادي اتحاد كلبة فريق قوي، فريق مزعج في الدوري، شفناه في أكثر من مباراة قدام الفرق الكبيرة قدر أن يوقفه وينتصر في ثلاث نقاط. الطرد ساعدنا لكن زاد صعوبة المباراة، أن الفريق تكتل في الدفاع، لكن الحمد لله في الثواني الأخيرة قدرنا نسجل وخطف ثلاث نقاط مهمة جدا قبل التوقف الجاي هذا. طبعا أكيد بيكون في، لأن الوقفة طويلة، أكيد بيكون في معسكر داخلي أو ونادي بنياس الإدارة مع المدرب راح يتكلمون في هذا الشيء أكيد. طبعا التوقف هذا بيكون لصالحنا أكيد، نعيد الحسابات ونشوف النقاط اللي محتاجة إن نحن نطورها ونقويها. الحمد لله بنياس فريقي في المباراة الأخيرة ياسي أدي، نقدر نقول التركيز على الفرص، لأن مثل ما شفنا في المباراة الأخيرة بنياس يوصل، بنياس يضيع فرص، لكن هي اللمسة الأخيرة والتوفيق مرات ما كان يحالفنا. ما دام إن نحن نوصل معناته إن نحن شكل خطورة، ومثل ما شفنا اليوم الحمد لله ترجمناها.